السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في القناة. وهبدأ أشوف طب أنا هعمل إيه دلوقتي؟ شايفين القماش على وضعه كده عشان أبدأ أقص الخلفي، نشيل الأمامي تماما من قدامنا أهو، وهنشوف أنا هعمل إيه في القماش. أنا ليه بوريكم الحاجة على طبيعتها كده؟ على أساس إن اعتبر نفسك إن أنا مش موجود معاك، القماش قدامك تعامل معاك. هروح شايل أنا دي كده، أول حاجة هروح إيه؟ جايب اللي تحت هنا، جايب اللي هنا اللي هو على إيدي اليمين، جايبه شمال أهو. أول حاجة نشوفها مع بعض، أشيل التقيلة اللي على القماش وأروح جايب اللي تحت إيه؟ اللي جايبه اللي كان ناحية إيدي اليمين جبته ناحية إيدي الشمال. تاني حاجة اللي كان جوه هنا اروح جايبه قدامي اهو. شفت انا اتعاملت مع القماش ازاي؟ اهو كده. طب هل يا ترى ان التعامل ده ينفع لكل القماش؟ اقول لك لا. ليه؟ لان القماش لو فيه ضي زي القطيفه، سواء قطيفه سالة او قطيفه مضلله، ما ينفعش. هتبقى لما تيجي تقفل هتلاقي ايه؟ هتلاقي في ضي، القداماني غامق والوراني فاتح او العكس. طب اعرفه ازاي من اي قماشه غير القطيفه؟ لما امشي ايدي كده في اتجاه زي كده، زي ما امشيها في الاتجاه العكسي. تاني يعني سي ان القماشه مثلا ليها وبره غير القطيفه، في نوعيه من الستان كده بيبقى ليه اتجاه. لما امشي ايدي كده في اتجاه مثلا ان انا رايح ناحيه اليمين، لما اجي امشيها وانا رايح ناحيه الشمال الاقي لا، اختلف اتجاه القماشه، اختلف ايه؟ الاتجاه ايدي، مش اتجاه ايدي، اختلف اتجاه وبره الايه؟ القماش نفسه لما مشيها كده غير لما مشيها كده. تمام؟ لكن انا ماشي هنا ماشي كده كده وكده مفيش فرق معايا. تمام؟ عرفت بقى ان دوت ما ينفعش في اي قماش، لازم القماشه ما يبقاش ليها اتجاه. تمام او كده. ماشي؟ هاجي بقى ايه؟ اعشق الاثنين في بعض. اعشق القداماني دوت في الايه؟ يعني ايه عشاء؟ وادخله جواه لغايه ما اشوف ان هنا يبقى ايه مظبوط اهو. ادي كده اهو، بان انا معايا القماش قليل فايه فبعمل كده. على فكره دلوقتي بص، البنسه دي خلاص انا هفكها بتاعت ايه تحت. ليه؟ لكن هتفك دي؟ لا انا مش هفك دي، لان ديت مش موجوده معايا في الايه؟ في الخلفي. موجوده معايا فين؟ في الامام. قعدت بص بقى، انا ادخل ده في ده كده لغايه اروح باصص هنا، القماش هيبدا يهرب معايا هنا؟ لا، اظبط بقى كده اهو. انا سايب هنا قيمه السوسته الخلفيه، سايب 2 سم ورا قيمه السوسته الخلفيه. فانا لو مشيت كده بص اهو، تعالى نبص هنا، القماش هربان بالقيمه دي. لا، يبقى انا اسقط ده معايا، اسقط ده معايا اهو، اسقطه معايا لغايه ما يبقى ايه؟ في مفيش هروب للقماش. يعني ايه هروب للقماش؟ ان القماش يبقى باين من تحت هنا. تمام كده ولا لا؟ تمام. وانا اظبط الطول معايا اهو، طالما في معايا زياده في الطول خلاص يبقى يسقط بالقماش لتحت خالص اهو. ممكن بقى اروح جاي مطلع كم من هنا وكم من هنا، بس ما انساش حاجه ان الكم من هنا مقفول، لكن الكم من هنا هيبقى ايه؟ مفتوح. فيبقى معايا ايه؟ معايا ان الحته ديت ايه؟ مفتوحه. فما ينفعش اما ان انا اخلي الكمين مقفولين من هنا من النص او الكمين مفتوحين، دي بطاله مش فارقه معايا، ان انا اخدها مفتوحه او مقفوله مش هتبان تحت الايه؟ تحت التل. فطالما عملت ده مفتوح يبقى اعمل ده مفتوح، عملت الاثنين مقفولين مقفولين خالص، مش هتبان معايا. يعني دوت لو انا خدت حتى الكم ده مقفول والكم ده مفتوح وخيطته مش هيبان تحت التل. تمام؟ دي نقط بس انا بحب اقولها لكم ايه من باب العلم بالشيء. تمام؟ يبقى انا هطلع دلوقتي كم من هنا وكم من هنا، يبقى الاثنين متر كفوا معايا للمقاس اللي انا ايه شغال بيه ده كده. تمام كده؟ هبدا اطلع ايه الضرب معايا. نبدا مع بعض بقى في الخلفي. اول حاجه زي ما قلت لحضراتكم ان انا كنت مدخل القماش في قلب بعضه اهو، وقلت هطلع من هنا كم ومن هنا كم. تمام. هبدا اعمل ايه؟ اول حاجه ال 2 سم بتوع ايه؟ خياطه الخلف اللي هيبقى فيه السوسته السحريه ده اهو كده. وهنلاحظ حاجه، انا حطيت البنسه بتاع ايه؟ بنسه الصدر الايه؟ الراسيه اللي هي طالعه ايه؟ من تحت. ليه؟ لان الخلف برضه هيبقى فيه نفس البنسه.
هيبقى الخلف فيه ايه؟ نفس البنس، تمام؟ نفس البنس التكسيم دي. طب بنسة الجنب هنا هو الأفقية اللي هي المائلة، لا مش هتبقى ايه؟ مش هتتفك. ليه؟ لأن ديت مش موجودة معايا في الايه؟ في القداماني، في الخلفي. لا هي موجودة في القداماني بس. بس ألاحظ التأثير اللي هي أثرته على القماش معايا. بص بقى معايا لما أنا طلعت دلوقتي كده أهو، إيه التأثير؟ شايف بقى بعد إذن حضراتكم المسافة دي كده؟ المسافة دي فين؟ المسافة دي هي الرجوع بتاع الإيه؟ بتاع الحوض أو حردة حردة الرقبة عن عن الخلفي. اللي هي ما يخليش لو أنا واخد دي على قد دي بالظبط هتبص تلاقي في عب هنا زيادة، فيه عب هنا زيادة. هتقول لي دلوقتي حاجة، طب أنا دلوقتي واخد الكتف كام؟ نفهم بقى مع بعض، يبقى النقطة ديت هتبقى ملحوظة معايا. طب إيه السبب فيها؟ البنسة اللي هنا هي اللي إيه؟ هي اللي جابتها. البنسة اللي هنا هي اللي جابتها، تمام. هتخليها زي ما هي؟ أه لازم أخليها زي ما هي. كده. طب ماشي، نشوف الكتف، إحنا كنا قلنا كام؟ 41، وزودنا عليه سنت بس عشان القماشة الإكرة هنا أهو. بقى 42 يعني 21 اهو. هتيجي تقول لي طب ما دلوقتي الكتف هنا اهوت بقى كام؟ الكتف هنا اهوت لو انا خدت على القداماني وخدت من النقطه ديت هلاقي ان الكتف معايا 48. ماشي؟ اقول لك اه اللي انا بعمله ده كده هو الصح. اللي انا ايه دلوقتي؟ يعني انت هتصغر الكتف بتاع القداماني؟ اه هصغر الكتف بتاع القداماني. يعني انت دلوقتي هتعدل في حردة الباط؟ اه هعدل في حردة الباط. هعدل في حردة الباط. طب التعديل ده كله منين؟ من البنسة اللي اتعملت هنا. مفهوم الكلام دوت؟ يعني انا دلوقتي الكتف اللي قداماني كنت انا واخده في الاول كام؟ 16، لكن دلوقتي هيصفي معايا كام؟ هيصفي معايا 14، يعني في 2 سم خرجوا معايا من ايه؟ من بره اهو. تمام كده؟ طب والحرده هنا اهوت بقت كام؟ الحرده هنا كنت باخدها انا كام؟ 7.5، دلوقتي بقت كام؟ دلوقتي بقت 8.5، في سنتي زادته. هعمل فيه ايه؟ هقول لك دلوقتي هعمل فيه ايه؟ انا دلوقتي باخد ايه؟ باخد حرده الرقبه الخلفيه. انا لو خدت خط مستقيم كده من هنا السقوط دوت هيبقى كام؟ السقوط دوت هيبقى 4 سنتي اهو. واروح جاي عامله بالايه؟ بالفرنش ديت كده عشان يظبط معايا بالظبط اهو. تمام قوي كده؟ تمام. ودي هتخليها زي ما هي؟ قلت لك انا هعمل ايه؟ قلت لك هعدل في حرده الباط. هعدل في حرده الباط اهي. هتبقى حرده الباط في الوقت ده اهي. هتتقابل مع ده هنا ويبقى الكتف معايا بقى ايه؟ مظبوط بنفس الشكل ده كده، تمام او كده. عرفت التعديل ده كله تعدلناه ليه؟ عشان البنسه دي هي اللي مقصره فيه. تمام؟ قلت لك ان هنا يبقى 7.5، هي جنبها معاك كام؟ 8.5 اهي. طب يعني المفروض ان هي تقل ايه؟ سنتي. هوريك هقلها ازاي. هتقل وانا شغال بقفل السوست. ماشي؟ يبقى انا عدلت دلوقتي حد في الباط. ماشي؟ طب هل يا ترى ان هي زودت معايا ال 27 اللي كانوا هنا؟ طب نشوف، او شوف انا ماشي مع حضراتكم اهي نقطه نقطه اهي. زودت حاجه؟ لا ما زودتش حاجه ال 27 زي ما انا دخلت بالحرده سنه صغيره. تمام؟ وهاجي هروح مصفي الكلام دوت عشان يبقى ظاهر قدام حضراتكم اهو. على الخط الجديد اللي انا عملته. يبقى انا كده اول حاجه عملتها في الايه؟ في الخلف. تمام او كده. في بنسه هنا ماشي خلاص انا كده بقى اقص الخلفي على القداماني بقى بالظبط. كده انا بقص الايه؟ الخلفي على القداماني بالظبط. انت عارف لو انا عامل البنسه هنا على اساس ان انا مش هعمل ورق ابص الاقي بقى ايه؟ الفراغ اللي موجود هنا. ماشي؟ فالبنسه دي هل هي ايه موجوده؟ هعلمها في الاثنين مع بعض. انا كده بقص ايه؟ الخلفي على الامامي بالظبط. هطلع ده كم ومن هنا ايه الكم التاني كده الكمام معايا اهي. ماشي؟ واظبط الديل من تحت
اثنين على بعض بالظبط. تمام. واجي اروح راسم بقى ايه البنسه معايا. احنا قلنا البنسه طولها كام؟ قلنا هناخد البنسه 22. يبقى انا طب هي بعد من هنا قد ايه؟ انا محدد البعد من هنا. قلنا هتبعد عن هنا قد ايه؟ قلنا هتبعد 10 سم ولا 9؟ بعد 10 سم. ماشي؟ اهي. كده. وانا بعمل كده اثبت المثلث عشان يبقى البنس كلها ماشيه بطول واحد ومستوى واحد، وعشان اعمل الايه؟ البنسه الناحيه الثانيه اهي. وهي هي هتتعمل في الظهر برضو اهو. كده البنس كلها انا بعملها بايه؟ بشكل واحد ومستوى واحد وبطول واحد. انا هاخد الطول قد ايه؟ بدايه البنسه هنا، بص انا بروح عامل ازاي؟ اروح محدد البنسه كده والمثلث ماسكه بايديا اهو، اروح محددها هنا، واروح هو هي هي برضو محددها فين؟ محددها هنا. كده الطول كله هيبقى ايه؟ نهايه البنس كلها ماشيه بخط واحد. اوكي تمام؟ بعد كده اروح واخد طول البنسه معايا كام؟ 22. 22، طب نصها كام؟ نصها 11 اهو. كده انا هعمل ايه؟ هحدد طول البنسه بقى خلاص في ايه؟ في كله مع بعض اهو. لاحظ انا بعمل ايه؟ بثبت المثلث جامد وما بحركوش، واروح معلم على الايه؟ على القماش كله، خليك معايا لحظه بلحظه. خليكوا معايا لحظه بلحظه عشان الكلام ده مهم جدا. تمام؟ وهاجي اروح واخد البنسه انا عامل قيمتها قد ايه؟ 3 سم، يعني في سم ونص شمال وسم ونص يمين اهو، ادي سم ونص اهو في نص البنسه، واجي اروح معلمها كده اهو، واروح مقفل البنسه خالص اهي كده، بقت البنسه معايا اهي، وفي نص تاني زيها هنا اهي، ادي كده البنسه ايه متفرغه من القماش اهي، كانها شلتها من الايه؟ من المقاس خالص، واروح عامل زي محددها برده في الايه؟ في كله، محددها في ايه؟ في كل الايه؟ الامام والخلف اهو. بعد ما اخلص هوريك ان هي متعلمه في كله بنفس المستوى وبنفس كل حاجه. بثبت بعمل واثبت ايه؟ المثلث، وابدا ايه؟ اقلم القماش عليه عشان اعمل ايه؟ الباقيه اكمل البنسه، والبنسه تكون ثابته في كله. تمام كده البنسه بقت ليها طول وبقى ليها عرض، لما اجي اشيل كده ادي البنسه اهي. ادي البنسه اهي. ماشي؟ كده البنس اتعلمت في ايه؟ في كله. كده البنس اتعلمت في كله. تمام قوي كده. كده البنس خلاص. هعمل ايه بقى؟ خلاص كده ملهاش لازمه الدبابيس دي، ابدا احدد بنسه ايه؟ بنسه الصدر الجانبيه الافقيه. اهي. انا عامل نصها اهو، ماشي اهو كده، واروح معلم الناحيه الثانيه احنا كده بعمل ايه؟ البنسه بتاعت ايه؟ بتاعت الصدر الجانبيه الافقيه هنا وهنا. تمام. والطول بتاعها لازم يكون واحد، فبقى ايه؟ بحدد ايه الطول بتاعها، بحدد الطول بتاعه. كده خلاص اتحدد كده القداماني والخلفي اتعملوا كلهم. طبعا البنسه اتعلمت ايه؟ بتاعه الجانبيه في في الظهر ديت، خلاص ديت امسحها لان ديت مش موجود، بس ايه وانا بعمل ديت لازم ديت هتظهر ايه معايا. كده خلاص انا حددتهم وخلاص. واحدد بقى ايه الخياطات بتاعتي انا، الخياطات اللي هي فين قيمه الخياطه نفسها اهي، عشان يبقى الجنبين متخيطين بمستوى واحد، الجنبين متخيطين بمستوى واحد، مفيش واحد يجي زياده عن الثاني خالص. ماشي؟ وبعد كده ايه؟ خلاص كده انا خلصت الاثنين، هخلصهم خالص، وهبدا اجيب بقى ايه؟ التل عشان ايه؟ اقص عليه، بس قبل ما اجيب التل لازم اعمل البنس ديت عشان انا مش هقطع في التل، فهعمل البنس ديت. واكويهم كويس، واجي اروح حاطط الكلام ده فوق التل واقص عليه، التل مش هيبقى فيه ايه؟ البنس. كده انا خلصت
نعتبر ان ده جزء اولاني للفستان ماشي، وهنعمل بقى الجزء التاني بعد ما اخلص البنس ديت واظبطها، ونقص التل ونقص الكم واوريكم هيتقص ازاي، لان في تعديل في حبه الكم دوت. ليه؟ لان الكم هنا زي ما قلت لكم اتاخد 54 على 48، فازاي ان احنا نعدله وما يبقاش الكم شادد كده. كده احنا وقفنا، هنوقف الفيديو على الجزء دوت كده بالظبط.